بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شفنا في الحلقة الفايتة حرف الخاء وتعلمنا كيفاش نكتبوه ونقراوه مع المدود اللي هي الألف والواو والياء، وكنت كلفتكم بواحد زوج تمارين اللي غادي نبداو الحصة ديالنا اليوم بالتصحيح ديالهم. نبداو على بركة الله بتصحيح التمرين الأول. ياك نجسدو التمارين ديالكم؟ نعم. نبداو بالتمرين الأول اللي غيظهر أمامنا على الشاشة، واللي كان مطلوب منكم فيه هو تدربوا على كتابة حرف الخاء مع المدود. في السطر الأول عندنا حرف الخاء بالفتحة مع المد ديال الألف، واللي كان قراوه رقية. شنو غادي نقراو حرف الخاء اللي عندنا في السطر الأول؟ نعم، خاء، وغادي نكتبوه إلى نهاية السطر. وفي السطر الثاني عندنا حرف الخاء بالمد ديال الواو اللي غادي نقراوه خديجة. خو. جيد، خو. وتا هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. وفي الأخير عندنا حرف الخاء بالمد ديال الياء اللي غادي نقراوه صفية. خي. جيد، خي. وحتى هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. هذا فيما يخص التمرين الأول. أما التمرين الثاني اللي غيظهر أمامنا على الشاشة واللي كان مطلوب منكم فيه هو تربطوا الكلمة بالحرف الممدود لكي يناسبها. عندنا خادم، رخيص، صخور، ثم عندنا في المقابل خو، خا، خي. نشوفوا الكلمة الأولى خادم، وتقول لنا خديجة الحرف اللي غادي نربطوها به. خا. نعم، خا، اللي عندنا في السطر الثاني. نعم، في السطر الثاني أيضا عندنا كلمة رخيص، الحرف اللي غادي نربطوها به رقية. خي. نعم، خي، غادي نربطوها بخي اللي عندنا في السطر الأخير، وغادي نقولوا رخيص، خي. ثم بقات لنا الكلمة الأخيرة واللي هي صخور، الحرف اللي غادي نربطوها به صفية. خو. نعم، خو، اللي عندنا في السطر الأول. هذا فيما يخص يعني دوك التمارين بزوج اللي كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفايتة. الآن غادي ننتقلوا باش نتعلموا حرف جديد، وهذا الحرف هو حرف الدال. حرف الدال، نعيد. حرف الدال مرة أخرى. حرف الدال. جيد. حرف الدال كيف غتشوفوا معايا على الشاشة طريقة الكتابة ديالو، تنكتبوه بهذا الشكل، تنديروا الخطيط وحتى كنزلوا السطر ونعاودوا نمشيو مع السطر. انتبهوا لطريقة الكتابة ديالو. والآن بعد ما شفنا كيفاش كنكتبوا حرف الدال غادي نكتبوه على الألواح بنفس الطريقة. كنبداو الخطيط من الفوق حتى السطر ونعاودوا نمشيو مع السطر. نعم، نشوف الألواح مزيان صافية. نعاودو نكتبوه، تنكتبوه بهذا الشكل كيكون هاد الخط مايل. مزيان مزيان، ولكن كتبتي صغيور. لا، ما تشوفيش في الكتاب، شوفي في السبورة باش يبان لك مزيان. نعم، مزيان مزيان، تبارك الله عليكم، جيد. إذا من بعد ما شفنا طريقة كتابة حرف الدال غادي نشوفوه مع الحركات الثلاث. شكون اللي يذكرني بهم؟ نشوفوا خديجة الحركات الثلاث. الكسرة، الفتحة. نعم، فتحة. الفتحة، الضمة. نعم، نعم، عندنا الفتحة والضمة والكسرة، ياك عقلتوا عليهم، شفناهم مع الحروف السابقة اللي تعلمنا ليها حتى الآن. الآن غنشوفوا حرف الدال مع الفتحة وتنقراوها دا. دا، نعيد. دا. مرة ثانية. دا. جيد. الآن غادي نكتبوا على الألواح دا، يعني حرف الدال بالفتحة دا. نعم، نرفع الألواح. مزيان، تبارك الله عليكم. بالنسبة لأول حصة كانت تعلموا حرف الدال، يعني راه مزيان. الآن غادي نشوفوا حرف الدال مع حركة الضمة كيف كيبان لكم على الشاشة، واللي سنقراوها دو. دو، نعيد. دو. مرة ثانية. دو. مزيان، حتى دو غادي نكتبوها على الألواح بنفس الطريقة اللي كنشاهدوا على الشاشة.
نرفع الألواح. نعم مزيان. نعم حسن جدا. إذا بقى لنا حرف الدال بالكسرة اللي تنقراوها كيف كتلاحظوا على الشاشة. دي دي. نعيد دي. نعيد مرة ثانية دي. مزيان. إذا دي غادي نكتبوها حتى هي على الألواح. نرفع الألواح. نعم مزيان. أمينة شوية حرف الدال كتجمعيه وكذلك رقية. هو ماشي دائرة ولكن تنكتبو هكا الخطيط كيف كتلاحظي وكنمشيو مع السطر. من بعد غدربي عليه إن شاء الله في الكتاب كذلك أمينة. لاحظي كنديرو هاد الخطيط ومن بعد كنمشيو مع السطر. مزيان رشيدة. نعم حسن جدا. إذا تعلمنا نقراو حرف الدال مع حركات الفتحة والضمة والكسرة واللي غادي نقراوهم دا دو دي. دا دو دي. نعيد دا دو دي. نعيد مرة ثانية دا دو دي. جيد. الآن بعد ما تعلمنا حرف الدال كيف نكتبوه ونقراوه مع هذه الحركات الثلاث غادي نشوفوا أمثلة اللي غتظهر صورها أمامنا على الشاشة وتبعوا معايا كيف كتلاحظوا الصورة الأولى واللي غادي تقول لنا صفية شنو كتشوف هذه الصورة. بيكالا. نعم وهي اللي تنسميوها باللغة العربية دراجة. دراجة دا. دراجة دا. نعيد دراجة دا. نعيد مرة ثانية دراجة دا. جيد. نشوفوا مثال آخر حتى هو فيه دا. لاحظوا معايا الصورة. خديجة شنو كنشاهدوا على الصورة في هذه الصورة عفوا على الشاشة؟ الدواء. نعم هذا الدواء ولكن كنطقوه بالفصحى دواء. دواء دا. دواء دا. نعيد دواء دا. نعيد مرة ثانية دواء دا. جيد. من بعد ما شفنا أمثلة ديال حرف الدال مع الفتحة اللي كنقراو هذا غادي نشوفوا صور ديال كلمات اللي كتضم عفوا حرف الدال بالضمة دو. لاحظوا معايا الصورة. رقية شنو كتشوفي في الصورة؟ مونيكا. نعم هذه مونيكا ولكن باللغة العربية كنطقوها كنقراوها دميات. دميات دميات دو. دميات دو. نعيد دميات دو. نعيد مرة ثانية دميات دو. جيد. نشوفوا صورة أخرى حتى هي فيها حرف الدال بالضمة. لاحظوا معايا الصورة. نشوفوا خديجة شنو كتشوفي في الصورة؟ دب. نعم هذا الدب يعني وباللغة العربية كنطقوها دبون. دبون دبون دو. دبون دو. نعيد دبون دو. نعيد مرة ثانية دبون دو. جيد. الآن بقات لنا حرف الدال مع الكسرة واللي تنقراو هذه غادي نشوفوها في صور كتلاحظوا معايا على الشاشة. هذه الصورة اللي كتمثل لنا صفية درهم. نعم هذا الدرهم العملة ديالنا اللي كنتعاملوا بها في المغرب واللي كنطقوها باللغة العربية درهم. درهم دي. درهم دي. نعيد درهم دي. نعيد مرة ثانية درهم دي. جيد. نشوفوا مثال آخر حتى هو فيه دي. نعم لاحظوا معايا الصورة. نشوفوا خديجة شنو كتشوفي في الصورة؟ نعم دفتر. نعم دفتر وكنطقوه باللغة العربية دفتر. دفتر دي. دفتر دي. نعيد دفتر دي. نعيد مرة ثانية دفتر دي. جيد. إذا شفنا حرف الدال مع الفتحة والضمة والكسرة وشفناه في كلمات كيف تبعتوا معنا على الشاشة. الآن غادي نراجعوا داكشي اللي تعلمناه حتى الآن. عندنا
حرف الدال بالفتحة تنقراوه دا. المثال هو دراجة دواء. دا دراجة دواء. غادي تردوا معايا وحتى الإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات يردوا معنا. عندنا دا دا دراجة دراجة دواء دواء. وعندنا في السطر الثاني حرف الدال بالضمة واللي تنقراوه دو. والمثال هو دمية دب. دو دمية دب. نعيد دو دو دمية دمية دب دب. وفي الأخير عندنا حرف الدال بالكسرة واللي تنقراوه دي. والمثال هو درهم دفتر. دي درهم دفتر. نعيد دي درهم درهم دفتر دفتر. إذن حتى الآن شفنا حرف الدال مع الفتحة مع الضمة مع الكسرة. بقى لنا حرف الدال خديجة مع شنو اللي باقي ما شفناش؟ حرف الدال مع جوج دمات. لا مازال نشوفوا صفية. سكون. نعم جيد مع السكون. قالينا حرف الدال مع السكون واللي غتشوفوا حتى هو طريقة الكتابة ديالو. لاحظوا معايا بنفس الطريقة غير حنا درناه ديال الوسط درنا مشينا مع السطر ثم كتبنا حرف الدال وكنقراوه د د. نعيد ده. نعيد ده. إذن حرف الدال بالسكون حتى هو نكتبو على الألواح بنفس الطريقة نمشيو مع السطر ثم نكتبو حرف الدال كيف شفنا في البداية ونديرو الحركة اللي هي عفوا ماشي الحركة ولكن سكون. نعم نرفع الألواح مزيان. نعم رقية ما درتيش هذا الشكل كيف كان هو مبين على الشاشة. نعم أمينة شوية حليتي داك الدال. لاحظي كيمشي مع السطر هنايا كيمشي مع السطر. نشوفو خديجة. نعم لاحظي تنمشيو مع السطر ثم تنديرو الدال بنفس الطريقة اللي شفناه في البداية. نعم مزيان نشوف. نعم صحيح. إذن حرف الدال بالسكون حتى هو غادي نشوفوه في أمثلة اللي غتظهر الصور ديالها الآن على الشاشة. لاحظوا معايا الصورة الأولى وغادي تقول لنا رقية شنو كتشوف هاد الصورة. سكنة. نا ماشي سكنة. نشوفوا خديجة هنا فين تيقراو الدراري؟ مدرسة. نعم مدرسة. هذه مدرسة اللي تنقراوها مدرسة 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 د مدرسة د. نعيد مدرسة د ماشي ت د حرف الدال. مدرسة د مدرسة د. نعم جيد. الآن شوفوا مثال آخر حتى هو في حرف الدال بالسكون. لاحظوا معايا الصورة غادي نشوفوا رقية. عصفور. نعم هذا نوع من الطيور واللي تنسميوه هدهد. هدهد هدهد د هدهد د. نعيد هدهد د. نعيد مرة ثانية هدهد د. جيد. إذن شفنا حتى الآن يعني الحرف ديالنا اللي هو موضوع هذا الحصة ديال مادة القراءة والكتابة واللي هو حرف الدال. وكيف شفتوا شفناه مع الحركات الثلاث اللي هي الفتحة والضمة والكسرة ثم شفناه مع السكون. الآن غادي نردوا جميع حنا والمشاهدين والمشاهدات يعني حرف الدال مع الكلمات اللي شفناها في هذا الحصة ديال مادة القراءة والكتابة. إذن عندنا الدال بالفتحة تنقراو هدا. الأمثلة هي دراجة دواء. دا دراجة دواء. نعيد دا دراجة دراجة دواء دواء. عندنا حرف الدال بالضمة واللي تنقراوه دو. والأمثلة هي دمية دب. دو دمية دب. نعيد دو دو دمية دمية دب دب.
ثم عندنا حرف الدال بالكسره واللي سنقراوه دي. الامثله هي درهم دفتر، دي درهم دفتر. نعيد، دي درهم دفتر. وفي الاخير عندنا حرف الدال بالسكون، د مدرسه هدهد، د مدرسه هدهد. نعيد، د مدرسة هدهد. وهكذا إخواني أخواتي نكون وصلنا على نهاية حصة مادة القراءة والكتابة. ولكن قبل ما نختموا هذه الحصة غادي نكلفكم بواحد زوج تمارين اللي غادي توجدوهم عندكم في الكتاب المقرر اللي بين يديكم، واللي هو في نهاية الحلقة رقم 22 ديال مادة القراءة والكتابة. وفي التمرين الاول اللي كيظهر امامكم على الشاشه غادي تدربوا على كتابه حرف الدال. الانتباه رقيه حليمه، ننتبه الى الشاشه. غادي ندربوا قلنا في هذا التمرين الاول على كتابه حرف الدال مع الفتحه والضمه والكسره ومع السكون. وهذه المره زدناكم كلمات بما انكم تعلمتوا واحد المجموعه ديال الحروف، غادي حتى هي تدربوا عليها تكتبوها. وهذه الكلمات هي دواء دب. عاودوا قراوا معايا، دا دا دو دو دي دي د د دواء دواء دب دب. وفي هذا التمرين كيف ما قلنا غادي تكتبوا كل حرف يعني حتى نهايه السطر بنفس الطريقه اللي كتبان لكم الان على الشاشه. نفس الشيء بالنسبة للكلمات، نعم. والتمرين الثاني اللي حتى هو موجود في نفس الحلقة يعني الحلقة 22، غادي تقراو حرف الدال بالحركات وبالسكون واللي عندنا مكتوب بالأحمر في الكلمات اللي الفوق، ومن بعد غادي تكتبوهم مكان النقاط في الكلمات اللي التحت. هذه الكلمات هي دراجة دب دفتر هدهد. عاودوا معايا، دراجة دراجة دب دب دفتر دفتر هدهد هدهد. وهكذا إخواني أخواتي غنكون وصلنا على نهاية حصة مادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة. ولكن من قبل غادي نخليكم مع مادة القرآن الكريم وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.